دي بقى واحدة من أهم مبادرات حياة كريمة مع أولادنا، مبادرة التعليم حياة، واللي بتستهدف تعليم أولادنا أساسيات الحاسب الآلي والتعلم الإلكتروني وتدريب أهليهم كمان على كيفية الوصول للمنصات التعليمية ومتابعة أداء أبنائهم. الفعالية اللي احنا شايفينها دي بأسيوط، وهي نموذج لفعاليات منتشرة بمحافظات كتير. معانا مجموعة من الأنشطة الرياضية والأنشطة الترفيهية، الهدف منها إزاي بنعلم الطلاب أو بنأكد عليهم فكرة العمل الجماعي، كمان بنأكد عليهم فكرة إدارة الوقت، بنأكد عليهم فكرة التخطيط، إزاي يكون عندك تخطيط لحياتك لمستقبلك. يوم فري عندنا شوية في البداية، بعد كده ناس حاجة كده خفيفة بريك، وبعد كده نزلنا بدأنا بعد كده في اليوم ترفيهي. المعلومة تكون عن طريق لعبة، تمام، هنحاول نوصل معلومة عن إزاي خطط، إزاي يحدد هدفه، إزاي اليوم بتاعه يكون ماشي إزاي. حوالي 100 طالب وطالبة كانوا سعداء جداً باللي تم معاهم وطريقة تدريبهم وتعليمهم، سواء من خلال الأنشطة والألعاب اللي بتفيدهم في إدارتهم للوقت والعمل الجماعي وتخطيط حياتهم، وحاجات كتير تانية بتفيدهم في حياتهم العلمية والعملية. بندربهم كده يعني، ونحاول ننمي روح الفريق بين الطلبة وكده، ونحاول يعني نديهم فكرة أكبر، ثقافة أكبر، عشان يقدروا يتوسعوا ويستخدموا الإنترنت بشكل صح. حابب أنا أشجعهم إنهم يطلعوا في حياة كريمة أو في التطوع عموماً، ويعرفوا أكتر عن المشاريع اللي احنا بنعملها. المبادرة بالتعاون بين حياة كريمة ووزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم، وبتتم بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد، وفي ظل اهتمام مؤسسة حياة كريمة بفكرة بناء الإنسان بجانب الخدمات والمشروعات التنموية.